السلام عليكم طلاب مادة التغذية والمعالجة الغذائية، محاضرة رقم 8 قسم التمريض المرحلة الثانية للدراسة الصباحية والمسائية. موضوع المحاضرة أهمية العناصر المعدنية لجسم الإنسان. العناصر المعدنية عبارة عن عناصر غير عضوية inorganic nutrients يحتاجها الجسم بكميات قليلة. قبل أن ندخل إلى التفاصيل طلاب، العناصر أكو عضوية وأكو غير عضوية، organic and inorganic، ماشي؟ نريد نعرف شنو الفرق بيناتهم. بصورة عامة إنه العناصر العضوية هي العناصر التي يدخل في تركيبها الكربون والهيدروجين، تنقسم إلى قسمين: أروماتية مثل البنزين، هاي كلها ماخذة بالسادس، وعندنا أوليفاتية مثل حامض الستريك. هنا عندنا غير عضوية، يعني طلاب لا يشترط بوجود الكربون أساساً في تكوينها، تنقسم إلى ثلاثة أنواع: هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام وحامض الكبريتيك. نأتي إلى الآن، هذه العناصر المعدنية لا تنتج طاقة كما هو الحال بالكبريتات والبروتينات والدهون، إلا أنها ضرورية لعمليات الجسم الحيوية، ومن الضروري جدا تزويد الجسم بالعناصر المعدنية باستمرار. ليش طلاب؟ عن طريق الغذاء ناخذها. ليش؟ لأن الجسم لا يستطيع الاحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله، ماشي؟ تمتاز العناصر المعدنية عن غيرها من مكونات الغذاء اللي أخذناها سابقا بالمحاضرات السابقة، البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات، في أن كل منهما لا يؤدي وظيفة منفردة. يعني على سبيل المثال الكالسيوم ما يشتغل وحده، والفسفور ما يشتغل وحده، لكن الكالسيوم والفسفور اثنيناتهم يشتركان، يلعبان دورا مشتركا في بناء العظام والأسنان. نقطة 2، المحافظة على التوازن الحامضي القاعدي، أي المحافظة على بقاء ضمن حدود معينة، يعني حوالي 7.35 متعادل في الدم. ومن العناصر التي تساعد على ثبات الوزن التوازن الحامضي القاعدي بالجسم هو عنصر الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، هاي المكون للقاعدة، يعني موجودة هاي النسب بجسم الإنسان نسبة طبيعية لا زايدة ولا ناقصة منتظمة. وعناصر الكلور والفسفور والكبريت المكونة للأحماض، يعني مثلا 3% موجود العناصر المكونة للقاعدة، 3% موجود لازم العناصر المكونة للأحماض. المحافظة على الضغط الأوزموزي وتوازن الماء، لابد من المحافظة على توازن الماء، مما الماء بين داخل الخلايا والسائل التي بينها. احنا نعرف انه الخلايا، قلنا بمحاضرة اللي اخذنا بمحاضرة السابقة انه شنو الخلية، الخلية تحوي على ماء، 90% من وزنها هو ماء. هذا مما يحافظ على التوازن العناصر الالكترونية هو الصوديوم والبوتاسيوم والكلور. كذلك نقطة 4، عندنا نقل السيلات العصبية. كيف يتم؟ يعني على سبيل المثال تبادل الصوديوم والبوتاسيوم عبر الأغشية الخلوية للأعصاب في نقل السيلات العصبية من خلية عصبية إلى أخرى كنتيجة لتغيير الشحن الكهربائية التي توجد على الغشاء الخلوي. انقباض العضلات وانبساطها، طلاب نعرف إحنا العضلة تنقبض وتنبسط بهذه الحركة، مثلا بالذراع، حركة الذراع، يؤدي التوازن بين يا عنصر الكالسيوم وبين الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. كيف يتم ذلك؟ يعني الكالسيوم يحفز على انقباض العضلة، الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم يحفز على ارتخاء العضلة، وهذا يؤدي إلى القيام العضلات بوظيفتها اللي هي شنو وظيفة العضلات؟ الوظيفة الحركية. نأتي إلى النقطة السادسة، التفاعلات، تنشيط التفاعلات الكيميائية الحيوية. يعني طلاب هي تعتبر شو المواد، عوامل مساعدة أو مواد مساعدة تدخل بالتفاعل، تساعد على تسريع التفاعل وإتمام التفاعل، لكن دون أن تتدخل في ناتج التفاعل. واضح طلاب؟ من أهم العناصر المعدنية الكبرى التي يحتاجها جسم الإنسان هو أولاً البوتاسيوم. يعتبر بوتاسيوم كلورايد من أكثر أشكال البوتاسيوم انتشاراً، يصل إلى جسم الإنسان من مصادر طبيعية وأخرى صناعية.
يوجد البوتاسيوم في الجسم بمعدل 250 غرام عند الرجل، وتقل هذه الكمية عند الأنثى بحوالي 10%. ما هي فوائد البوتاسيوم؟ يلعب البوتاسيوم دورا هاما في تنظيم ضغط الدم، كذلك ينظم نقل المواد الغذائية إلى الخلايا، يحسن من عمل الأعصاب ويساعد في شفاء الحروق. مصادر البوتاسيوم، طبعا يوجد البوتاسيوم بالأفوكادو والموز وعندنا الفاصولياء والفاكهة الحمضية، البندق، البطاطا والزبيب والحبوب الكاملة. الصوديوم، يحتوي جسم الإنسان البالغ على حوالي 112 غرام من الصوديوم، ثلثها يتراكم في العظام والباقي يتوزع على عضلات الجسم والأنسجة العصبية وسوائل الجسم، ويمكن الحصول على الصوديوم من مصادر طبيعية. طلاب تعرفون الصوديوم هو من العناصر المعدنية الضرورية التي نتناولها يومياً بكميات كبيرة، هو ملح الطعام، ملح المائدة، حيث أنه للصوديوم دور حيوي مهم في جسم الإنسان، فهو من العناصر الغذائية الضرورية المهمة التي تلعب دوراً متنوع في العديد من العمليات الفسيولوجية، على سبيل المثال ضغط الدم، مثل ما نقول أنه شخص ضغطه يرتفع نقول له لا تأكل الملح هواية، والشخص اللي عنده هبوط على طول بالضغط نقول له أكل الملح، كذلك ضبط حموضة الجسم، بالإضافة إلى تنظيم التوازن المائي داخل الجسم وخارجه، وتعرفون صيغته الكيميائية هي الN أي موجب. فوائد الصوديوم، يساعد في تنظيم توازن الماء في الجسم، يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على الضغط الطبيعي في الدم، يساعد في تقلص العضلات وينظم التوازن الحامض القاعدي في الجسم. مصادر الصوديوم الطبيعية، ملح الطعام، اللحم المجفف، الخبز والزبدة والحليب والمكسرات والجزر والمشمش. الفسفور، تقترن دراسة الفسفور عادة مع الكالسيوم نظرا لوجودهما معا في أهم المصادر الغذائية الحليب ومنتجاته، إضافة إلى اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض والحبوب الكاملة. أهم وظائف الفسفور، أولا تكوين وتطوير العظام، تنظيم الأيض، التمثيل الغذائي. طلاب إذا تتذكروا أخذنا بالمحاضرة رقم 6 الأيض، قلنا هو شنو؟ عمليات كيميائية وحيوية تحدث بشكل مستمر ومتواصل ودوري في داخل أجسام الكائنات الحية، والميتابوليزم هو الأيض راح يكون عمليتين، كاتابوليزم وأنابوليزم. الأنابوليزم قلنا عمليات البناء، يعني شنو؟ مجموعة من التفاعلات الكيميائية تساعد على نمو خلايا جديدة، والكاتابوليزم اللي هو عملية الهدم، راح هدم وتحطيم وتكسير المركبات الكبيرة. كذلك رقم 3 المكون الأساسي في الأحماض والفوسفوليبيدات، و4 منظم لحموضة الجسم. Good luck طلاب، وإن شاء الله يا ربي صحة وسلامة وترجع الأوضاع طبيعتها. وأي استفسار، أي سؤال، أي شيء ما واضح بالمادة طلاب راسلوني.